الأجنة اتصلت تليفوني إن أنس موجود في مستشفى الهلال وإن في عربة إسعاف هي اللي جابته المستشفى. بعد كده توجهنا للمستشفى عشان نشوف الحالة بتاعته، لقينا إن في كدمات وفي سحابات في جسمه. الطبيب عمل تقرير طبي مبدئي بالإصابات اللي موجودة فيه. بعد كده طلبنا إن هو يتحط تحت الملاحظة 24 ساعة لأن في كدمة في عينه وفي حالة عدم اتزان موجودة، في سرعة في نبضات القلب وفي حالة من حالات صعوبة التنفس. بعد كده المستشفى رفضت إن هي تحجزه تحت الملاحظة 24 ساعة، فقررنا إن احنا نعمل محضر في المستشفى. فالنقطة في المستشفى رفضت هي كمان تعمل محضر وقالت إن احنا مش هنعمل محضر إثبات حالة الأنس إلا لما يتحجز. وطبعا مع رفض نائب مدير المستشفى بحجزه اضطرينا إن احنا ناخده ونروح بيه على اسم الأزبكية اللي عمل محضر إثبات حالة. اسم الأزبكية الضابط النبطشي اللي موجود في النبطشية رفض إن هو يعمل لنا المحضر، ورفض ان هو حتى يعمل محضر اثبات حاله بالاصابات اللي فيه والاختطاف. ووجهنا ان احنا نطلع على المباحث الجنائيه نقدم شكوى شفهيه، قلنا له ان احنا عايزين نعمل محضر اداري اثبات حاله لا اكثر، وبعد كده المباحث الجنائيه تاخد الخطوه اللاحقه في التحري حوالين موضوع الخط والضرب والتعذيب وما الى ذلك من احداث. يعني احنا دلوقتي طلعنا تاني على قصر العين الفرنساوي عشان نعمل كشف طبي تاني، لان مستشفى للاسف الشديد ما فيهاش تجهيزات طبيه. على سبيل المثال ما تعملوهوش حتى قياس للضغط بتاعه في المستشفى، فاضطرنا ان احنا رحنا قصر العين الفرنساوي عملوا في الاستقبال الكشف المبدئي ليه، لان الحاله غريبه تستوجب ان هو يتعمل ليه تحليل في مركز السموم، وده اللي حصل دلوقتي ان احنا في مركز السموم في انتظار التقرير اللي يطلع بالحق اللي موجود في دراعه واثار الحق النتيجة ايه، ايه المواد اللي هو خدها. بس اتاخدت من بيتنا الساعه 4 الفجر، كنت بكلم من صاحبي والباب بيخبط عادي، يعني بقول له افتح انا ما بفتحش، بفتح الباب اول مره ما لقيتش حد، قمت جيت قفلت، قمت بفتح تاني، قمت لقيت واحد قام ضربني على راسي، فمجرد لفيت كده وقت ضغط وقعت في الارض، دخل عليا قام مزقني برجلي بالظبط. فقت بقى المره الثانيه اللي فوق فيها، فوت ان انا في غرفه عرضها اسمنتيه، الحيط لونها رمادي كلها حواليا، لقيتهم مكلبشيني، فردوا ايديا عشان يدوني حقنه، فضلت اقول لهم ده ايه، هما فضلوا يشدوا في ايديا، قام ضربني على ايديا علشان ايديا تتفتح، فقام حد ما كان حقن الماده اللي هو حقن هنا. في ظل ما فيش دقيقة لقيت نفسي إن أنا فاقد، يعتبر فاقد الوعي، يا إما مع الوعي والواقع، يعني في اللاوعي والخيال. ألاقي نفسي مثلا بجري في الشارع، ألاقي نفسي وكأني مش في زنزانة أربع حيطان، ألاقي أخويا مش عارف إيه، وألاقي أختي واستخدمها مش عارف فين، ألاقي الحاجات دي كلها بقت حاجات غريبة. ويجي يحقني تاني، أحاول أسجد إيديا، خبطني خبطة أسلم لأني مش قادر إن أنا أكون تماما اشوف، لحد ما فقت تماما النهارده. انا مرت عليا يوم الجمعه 24 ساعه اليوم باين في العصر فاقد الوعي تماما تحت تاثير الحقن دي في الحلاوس. اي كلها فكنا ناس بتجري، ناس عارفين مين مات مين، ده وده شيء غير واقعي تماما بالمره. لحد ما فقت تماما بقول لهم انتوا حقنتوني بايه؟ فضلت زعق، ما فيش حد، فضلت زعق وبقيت اخبط على الباب، خبط على الباب وقفت اقول اسكت من العسكر. لقيت واحد بيرد من بره، في واحد اسمه مصطفى ابراهيم دوت المفروض في احد الزنازين الاخرى، واضح ان حالته زيي. فبدا بين هوت او ايا كان اللي سمع صوتي بدا يرد عليا والسياح دوت يسكت تحت العسكر، لحد ما دخل واحد شغل النور، دخل واحد الزنزانه بتاعته ما فيهاش اضاءه، الاضاءه من يا دوبك التهويه اللي فوق الباب. اول ما دخلت بحمل ايديا بالكلبشات كده اهوت، فضربني ضربتين بركبتي، بعد كام ضربني على سيدي كان اغمى عليا. بعد كده جابني للمحقق، بعدها بشويه جابني للمحقق علشان يتحقق معايا. راجل كبير في السن، لما لقى في اثر دم على التيشيرت فقام قال مين اللي عمل كده، قام وبخ اللي ضربني، قام قال له احنا في رمضان، قام امر ان يغسلوا لي التيشيرت. كان بيتكلم معايا انا ما كنتش برد عليه، او كنت برد مش فاكر تحديدا، بس اللي ذكرنا ما كنتش برد عليه. مش فاكر الاسئله؟ فاكر سؤال، قال مش هتسافر ليبيا، مش هتسافر سوريا زي ما سافرت ليبيا، ده سؤال ساله لي، ايه نشاطاتك واهتماماتك؟ دوت كله، بعد كده مش متذكر ايه اللي دار لف على جهاز كمبيوتر، مش عارف كان بيتكلم، انا مش مركز معاه.
ما اظنش ان اديته رد على احد الاسئله او اديته مش متذكر، بس اللي اظن ان ما اديتوش رد لحد ما نقلني تاني على الزنزانه. بعدها بشويه لقيتهم جاي تشيرت بيقول انت بتقدر تروح، قلت له ايوه عزيز براس ما كنتش فيها نفس تماما ان اقدر اروح. كفايه عشان ما تقولش كفايه.